هذه منها النقطة التي يتم التركيز عليها أكثر. محمود هي نعم الحديث عن الوصول إلى مجمع الشفاء. نحن نشاهد صور قبل قليل من محيط مجمع الشفاء الطبي، هناك يعني أعمدة الدخان تتصاعد من خلفه، وهذا بطبيعة الحال نتيجة القصف العنيف المركز في محيط مستشفى الشفاء، وكان قبل قليل أيضا في صور وصلتنا وهذه نراها أيضا في محيط مجمع الشفاء الطبي. هذه الصور تظهر وفق ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لا قوات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي. هذا المجمع له دلالة ورمزية كبيرة أيضا بالنسبة لقطاع غزة، هناك محاولة للوصول لإنجاز ولو رمزي يعني الوصول لمجمع الشفاء الطبي، وهذا يعني يدلل على إفلاس بنك الأهداف الإسرائيلية. أقوى جيش يفترض على مستوى المنطقة يبحث عن إنجاز بمجمع طبي بالوصول إليه عسكريا، لكن الحديث عن كمائن أيضا وصد للمقاومة على 4 محاور. هذه الصور نشاهدها محمود في التعليق والمعلومات المتوافرة حول ما يجري في محيط مجمع الشفاء الطبي. نعم بالتأكيد كما قلت بأن الاحتلال منذ صبيحة هذا اليوم وهو يحاول الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي من أكثر من محور، من المحور الشمالي الغربي تحديدا من منطقة ما مدخل أو المدخل الشاطئ الشرقي ومداخل الشيخ رضوان وصولا إلى مجمع الشفاء الطبي، ومن المحور أيضا الجنوبي الغربي تحديدا من دوار أنصار ومفترق الأزهر وأصدقاء المريض ومفترق العباس وتلك المناطق المؤدية تلقائيا إلى مستشفى الشفاء. كل هذه الطرق تؤدي تلقائيا إلى مستشفى الشفاء الطبي، فبالتالي هناك إجراءات احترازية قام بها النازحون وقام بها الصحفيون في تلك المنطقة، وقاموا بإخلاء المجمع من النازحين بشكل تدريجي، وبقي آلاف المرضى الذين ما زالوا في داخل طبعا والكوادر الطبية الذين ما زالوا في داخل مجمع الشفاء الطبي الذي يحتوي على آلاف بل عشرات آلاف المرضى، وأيضا من النازحين الذين رفضوا الخروج إضافة إلى الكوادر الطبية التي ما زالت داخل المستشفى. فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي كما تحدثت يريد تحقيق إنجاز ولو بسيط على صعيد دخوله إلى مجمع الشفاء الطبي، هذا المجمع الذي تحدث عنه الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من مرة وخلق حوله هالة كبيرة، خاصة الادعاءات الإسرائيلية المتكررة بأن هذا المجمع من خلاله تلك المعركة وأن بعض قيادات المقاومة موجودة داخل المجمع، وهذا ما نفته إدارة وزارة الصحة والإعلام الحكومي ومؤسسات دولية وصليب أحمر وبعض المؤسسات التي زارت مجمع الشفاء الطبي والتي نفت هذه الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة. فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى طرق الوصول إلى بوابات مجمع الشفاء الطبي، وهذا ما سيحدث لربما كارثة سيشهدها العالم وسيشهد عليها كل من يتفرج على هذه المأساة التي يعيشها آلاف النازحين وآلاف المرضى والجرحى الذين ما زالوا يتواجدون حتى هذه اللحظة في المجمع الأكبر والأضخم والذي يقدم خدمات أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة، ويتم تحويل إليه المرضى من كافة قطاع غزة.